وقبل بقى ما نتكلم معاك في تفاصيل كرة اليد المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، خلينا بس في الأول نشوف هنتفق ولا هنختلف مع واقع استجد علينا مؤخرا بيقول إن أصبحت كرة اليد تكاد تكون هي مقياس لأي تطور متوقع إنه يطرأ أو يحصل على أي رياضة في مصر، من كتر ما بقى فيه اهتمام كبير حتى إعلاميا بكرة اليد نتيجة الإنجازات طبعا اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. متفق ولا مختلف مع الكلام ده؟ لا طبعا بتفق طبعا معاك 100%. فرقة كرة اليد هي المشكلة إن هي كانت الفترة اللي فاتت ما كانتش الضوء لسه ما كانش متسلط عليها قوي. أول بس ما حصل اهتمام شوية، الاتحاد بدأ يدي في اتجاه المظبوط، في اتجاه إن احنا عايزين نكسب بطولة، احنا مش عايزين نروح نأدي أداء مشرف زي أيوة كل مرة، هي دي النقطة. فطبعا البرنامج اللي كان محطوط مع المدرب اللي أنا بقول عليه رقم واحد في العالم دلوقتي باروندو، عنده أفكار كويسة جدا، قدر يوصل الفكر الأوروبي للعيبة اللي موجودين، زائد إن اللعيبة اللي موجودين حتة أنا بقول عليها برضو الاحتراف والفكر والتعليم هو اللي ساعده على كده، إن هم قدروا يستوعبوا الموضوع بسهولة. فده طبعا هو اللي ظهر بالشكل اللي احنا شفناه في إذا كان في كاس عالم عندنا هنا إذا كان في الأولمبياد. فأنا من وجهة نظري لا، أنا متفق معاك طبعا 100%، إن الهاندبول بقت سبب من الأسباب اللي الناس يعني دي بقت رقم واحد دلوقتي، بقت كل الناس بقت بتتكلم عليها، الناس بقت بتستنى الماتش، حتى كمان الماتشات كانت بتبقى الساعه 7 الصبح والساعه 10، فالناس كانت بتصحى الصبح عشان تتفرج على الماتشات.